السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن أفراح العرس بين التقاليد والانفتاح. نحن هذه الأيام نعيش في حرارة فصل الصيف، وعادة في مثل هذه الظرفية تكثر الأفراح وتكثر المسرات، والناس يعقدون القران ويقيمون الأعراس. سبق وأن تحدثنا في الحلقات السابقة عن المسار للوصول إلى تكوين أسرة، يبدأ بالتعارف والاستحسان، ثم يعقبه التقدم للخطبة من البيت وموافقة الأهل والأحباب، ثم بعد ذلك النظر في أسس الكفاءة بين الزوجين، وبعد ذلك تحدثنا عن المهر وعن الصداق بين المغالين فيه وبين المتواضعين فيه وبين الناكرين له المدعين بأنه سلعة للمرأة، وفتحنا النقاش حول كل هذه المواضيع. واليوم نريد أن نتحدث عن قضية العرس وأفراح العرس بين التقاليد المقبولة عند الأوساط المجتمعية والتي تركها الآباء والأجداد، وبين الانفتاح بين الحداثة والعصرنة والحرية. هذه الأفراح، أفراح العرس، هي ضرورية ومؤكدة، لأن العرس هو احتفال يقام من أجل إشهار الزواج، والناس يحبون أن يستمتعوا بهذا الحدث الذي لا يكاد يقع إلا مرة واحدة في العمر، فهو حدث استثنائي في حياة كل شاب وشابة يريد أن يقيمه بمشاركة كل الأحباب الذين يودونه ويريدون مشاركة الأفراح معه، لأن حفل الزواج هو رمز للمحبة والمودة وإشارة للشراكة التي سوف تربط بين العروسين إلى الأبد. هذا المفروض الزواج يكون على سبيل التأبيد، إلا لا قدر الله وقع خلاف أو شقاق وانفصلت عرى الزوجية. في هذا الحدث السعيد العروسان يشعران بأنهما يلتقيان من أجل بناء أسرة، ثم إنهم يتلقيان الدعم من الأهل والأحباب والأصدقاء لبدء حياة خاصة بهما، ومن ثم تقام حفلة الزفاف التي تختلف من بلد إلى آخر، من شعب إلى شعب، ومن محيط إلى محيط. لكن الملاحظ في كل دول العالم وفي كل الشعوب وفي كل الثقافات والحضارات والديانات، القاسم المشترك في الأفراح هو تجمع الناس وإظهار فرحهم وابتهاجهم وإقامة وليمة الطعام التي يدعى إليها الأهل والأصدقاء، والناس يأتون بالملبس الأنيق، وتقام هناك زغاريد أو موسيقات أو غناء أو غير ذلك. المهم أن تعم البهجة والفرحة جميع الحاضرين. هذا هو القاسم المشترك في أفراح الزفاف عند كل الشعوب والحضارات، والذي يبدو بأن كل الحفلات تقريبا تتسم في بدايتها على الأقل، تتسم بقاسم ديني. لابد أن يحضر المكون الديني،
حتى ولو لم يكن الزوجين متدينان. قد يكون الزوج عنده أفكار أخرى تقدمية تحررية، ولكنه حينما يكون الزفاف الجميع يحترم الطقوس الدينية، وهذا في الإسلام وفي اليهودية والمسيحية وحتى في الهندوسية، حتى الهندوسية والبوذكية والبراهمية لا يكون الزفاف إلا بمباركة رجال الدين. نحن الحمد لله ربنا أكرمنا بالدين الحق بدين الإسلام، وأيضا سن لنا وشرع لنا في هذا الزفاف مجموعة من الأحكام والتوجيهات والإرشادات نريد أن نذكر بها أنفسنا أيها الأحباب، ثم نناقش العادات والتقاليد التي نقيمها في أفراحنا وفي تجمعاتنا. ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوج والزوجة مبنية على المحبة والمودة، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وسمى العلاقة الزوجية ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولكي تتم الفرحة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وندب إلينا بل وشرع لنا وليمة الزفاف والعرس بعد أن يتقدم الراغب في الخطبة، وبعد الخطبة يكون هناك العقد ويكون هناك الصداق والمهر، ثم تأتي وليمة العرس. والوليمة هي ما يعد من طعام بهذه المناسبة، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن بن عوف قد تزوج، قال إني أرى عليك أثر صفرة، قال تزوجت بالأمس، قال أولم تولم؟ قال لا، قال أولم ولو بشات. لابد أن تقيم الزفاف، لابد أن تقيم الوليمة ولو بشات، يعني أقل الأشياء أنه يأتي بشات ويذبحها ويطبخها ويقدم الطعام للأهل والأحباب والأقارب والجيران. فوليمة العرس هي مشروعة في الدين بل مطلوبة، وهي من باب الإعلان عن الزواج، لأن فرق ما بين السفاح والنكاح هو هذه الوليمة، ويدعى إليها الأحباب وأقارب الزوجين وتكريم لكل من حضر. حتى إن استجابة لهذه الدعوة بعض العلماء قالوا بأنها واجبة، إذا أحدهم قدم إليك دعوة لحضور الزفاف ما عليك أن تتأخر، يعني من حقوق المؤمن على المؤمن إجابة الدعوة، حتى قالوا بأنه واجب أن يحضر، ومنهم من قال لا هو مستحب أن يحضر ليس من الواجبات. لكن يسن في هذا الزواج إشهار، لابد من الإشهار والإعلان، والنبي الكريم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، وقال واضربوا عليه بالدفوف، بأن العلاقة الغير المباحة عادة تكون بين الرجل والمرأة في الخفاء في الظلام، لا أحد يريد أن يتعرف عليهما ستر، لكن هذه العلاقة هي علاقة شرعية، لهذا ربنا أرادها أن تكون في الضوء وأن تكون أمام الملأ وأن تكون في المساجد. كان من سنة النبي الكريم يعقد زفافا المسلمين في المسجد إلى يومنا هذا. مرة حضرت في مسجد المدينة المنورة عند صلاة الفجر، وجدت تجمع كبير وحاولت أن أقترب من هذا التجمع، ماذا هناك؟ سمعت قهقهات وكلام فيه فرح وسرور، فلما اقتربت وجدت بأنه عقد زفاف تم في المسجد. سألت أحدهم ما هذا الذي يقع؟ قال هذه عاداتنا وعادات الأسر العريقة في المدينة المنورة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزفاف يعقد في المساجد، وخصوصا في مسجد رسول الله في المدينة المنورة. وإلى عهد قريب في مغربنا العزيز كانت الأسر العريقة في فاس وفي الرباط وفي المدن المعروفة آسفي ومراكش وغيرها
كانت عقود القران تعقد في المساجد بمباركة خطيب الجمعة وإمام المسجد والمؤذن وبقية أهل المشرفين على القطاع الديني. فالشريعة الإسلامية أيضا فرضت أن يكون هناك الدف والصوت. قال فرق ما بين الزفاف والنكاح الدف والصوت، يعني لابد أن يكون هذا الزفاف فيه الدف، هو آلة موسيقية. وهذا مما يستدل به بعض العلماء على جواز الاستماع للآلات الموسيقية، لأن هذا كان مباحا في عهد النبي الكريم ولم يكن وسائل أخرى إلا هذا. والصوت، الصوت يعني الغناء الطرب، فهذه فرحة وسرور، لابد أن تسمع أجمل الأصوات بأجمل الكلمات. بعض العلماء يقول هذا خاص بالنساء، لأن النساء هن مصابيح الفرحة المتلألئة، وربنا عز وجل أفرض لهن مراسم فرحة خاصة بهن، وسن لهن أن يغنين ويضربن بالدفوف ويقضين وقتا مفعما بالأنس والابتهاج، يقضين هذه الفرحة في قلوبهم التي تضيء منازلهن. لكن البعض الآخر قال كما هو مباح للنساء أيضا لا حرج فيه للرجال. وفي السنة أن أمنا عائشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي الكريم وكانت غائبة، أين كنت؟ قالت كنت في عرس لأحد الأنصار يتيمة تزوجت. فقال لها ماذا صنعتم؟ قالت ذهبت واكتفيت، سلمت عليها ودعوت لها بالبركة. فتعجب النبي الكريم، قال هذا ليس زفاف، هذا عزاء، سلمت عليها ودعيت لها بالبركة. قال لها إن الأنصار قوم فيهم غزل، فهل عندكم شيء من الغزل؟ لو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بكل الحب والإيمان، كلام جميل هكذا، والإيمان حابينا، كلام جميل فيه الشعر. فالنبي الكريم استنكر أن في الزفاف يكون هناك صمت ويكون هناك دعاء بالبركة وفقط اكتفاء بالقرآن، لابد من إظهار الفرحة، لابد من إظهار السرور. ولهذا نجد الحمد لله في أدبيتنا هناك أناشيد إسلامية جميلة تغنى فيها أمداح وفيها كلام لطيف، تتوفر على حكم ومواعظ وعبر، فيها إثارة للحماسة وتهز العواطف وتنفر من الشرور وتدعو إلى المحبة والمودة، فهذا مطلوب كله في الدين. لكن أسألكم أيها الأحباب الكرام عن ما يقع في بعض أعراسنا في وقتنا المعاصر. دائما ننظر إلى الفترة الزمنية الراقية في عهد النبوة، في عصرنا الحاضر كيف ترون الأعراس في الأوساط المجتمعية؟ هناك أوساط تحافظ على التقاليد والعادات، هناك أوساط أخرى ترنو نحو العصرنة والحداثة والتطور. ما رأيكم وأنتم ترون في بعض الأعراس بعض الناس ربما يقعون في التبذير والإسراف في تكاليف الزواج؟ هناك من يقيم زفافا تقريبا قد يكون بحوالي 2000-3000 درهم، وهناك من يقيمه بعشرات الألاف الدراهم، بملايين، قد يكون 30-40 مليون. وخلال هذه المدة الأخيرة سمعت أحدهم عقد زفاف ابنته بمئة مليون قبل شهر طلقت، قبل أن يتم الشهر وقع الطلاق. يعني إسراف وتبذير وبهرج كبير، ولكن مع كل هذا لم تتم، ربما الأسباب هي كثيرة ومتعددة لهذا الطلاق، وأولها العين والعياذ بالله، لأن العين حق. ثم نلاحظ في بعض أعراسنا أن الزوج والزوجة، العريس والعروس، ربما قد يظهران بلباس أنيق جميل، لكن البعض الآخر قد يبالغ فتظهر العروس مفاتنها أمام الرجال الأجانب، وربما قد ترقص أمام أعين الرجال، وربما الأعين تنظر هنا وهناك. وهناك أسر أخرى محافظة
تقول نعم للرقص، الرقص مطلوب في الدين، لكن أن يرقص الرجال فيما بينهم وأن ترقص النساء فيما بينهن، ما قولكم في أن يجتمعوا كاملين ويكون هناك رقص مع إظهار المفاتن؟ ملاحظة مهمة أخرى، وهي أن في وقت العرس إذا كان بالنهار ربما قد يترك العروس والعريس قد يتركان الصلاة، لأن العروسة تكون تلبس ألف وألف لباس، والحناء والكحل والمصاحيق وتصفيف الشعر قد يمنعها من أنها تتوضأ ويمنعها من أنها تصلي، وقد يأتي وقت الظهر ثم يأتي العصر ويأتي المغرب والعشاء. ومن المستملحات أني قد سألت إحدى العرايس أعدد منهن هل صليتن يوم زفافكن، فكان الجواب أنهن كن مشغولات لم يصلين، وهذا مشكل. لا، الصلاة فريضة والصلاة حماية والصلاة وقاية، وما دام أنها لم تكن متوضئة ولم تصلي طبعا الأنظار متجهة إليها، هنا تصاب الفتاة بالعين، ونجد مباشرة بعد الزفاف الميمون الفرح والسرور نجد هناك النزاعات والخلافات. ويا ما ذهبت إلى المحكمة، محكمة الأسرة، وجدت فتيات في طلب الطلاق ولا تزال حناء العرس لا تزال في أيديهن. كذلك قد نرى في بعض أعراسنا مثلا الناس ربما قد جميل أن يكون هناك غناء، ضروري فرحة وسرور، من يمنع الناس عن الفرح والسرور يكون يقيد عليهم، لأن في السنة في البخاري ومسلم وهما أصح الكتابان بعد كتاب الله تعالى عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، لما دخل عليها أبوها أبو بكر فوجد جاريتان تدفان وتضربان وتغنيان، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي الكريم وجهه وكان متغش في ثوبه، فقال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا أمر مباح فيه مقصد من مقاصد الدين، إظهار الفرحة وإظهار السرور. حتى إن الحبشة كانوا يلعبون ويرقصون في المسجد النبوي الشريف والنبي الكريم لم ينههم. أمنا عائشة تعجبت ترى الحبشة يرقصون ويلعبون بحرابهم وبحبالهم، فقال أتشتهين تنظرين إليهن؟ قلت نعم. قالت فأسددت كتفي على كتفه وخدي على خده واتفقت أنظر إليهم. فهذا الرقص الخفيف بين رجال وحدهم أو نساء وحدهم، وكذلك الفرحة بالدف والصوت، كله مباح في ديننا. لكن ما رأيكم أن البعض يريد أن يفسد هذه الليلة بمشروبات يسميها روحية، يسميها مشروبات روحية، ويعصى فيها المولى في ليلة ينبغي أن يكون فيها الطهر والعفاف، وتسمى ليلة البناء وليلة الحرث، لأن فيها الأسرة وتكوين الذرية الطيبة، يفسد هذه الليلة بمشروبات يسميها روحية وهي محرمة والعياذ بالله. وما رأيكم أيضا فيما نرى في بعض التقاليد حساسة شيئا ما، لما يقدم العريس لعروسه الهدايا ثم يؤتى بشراب كوب واحد من اللبن أو الحليب والتمر تبادل اللقيمات، ويقدم لها تلك الطعام اللذيذ، إما شوكولاتة وإما ثمرة، والكوب من فم واحد، يشربان من فم واحد ويأكلان اللقيمة من فم واحد، وهذه حركات خصوصية ربما قد تثير شجون بعض الحاضرات والفتيات، وبعض الفتيات التي ربما لم يتزوجن أو ربما لهن ليس لهن حظ في الزواج، ترى هذه المشائد التي فيها خصوصية وفيها إثارة غرائز، ما رأيكم في كل هذه الأمور؟ نريد وإياكم أيها الأحباب الكرام أن نتحدث عن أعراسنا المغربية ونحن في فصل الصيف، كيف نخلق الفرحة، نخلق الفرجة، نخلق السعادة، لكن دون أن نقع في المحرم الذي قد يجلب لنا المتاعب
ويجلب لنا عدة صعوبات في الحياة. إذن فموضوعنا هو الأفراح، أفراح العرس بين التقاليد وبين الانفتاح. رأيكم في ذلك؟ كيف تمت تجربتكم الماضية؟ والتي ربما لم يتزوجن بعد كيف يفكرن؟ والذين وقعوا في خلاف، قد يقع الخلاف بين العريس والعروس، كل له رأي وكل له وجهة نظر، كيف يمكن أن نخلق رأيا وسطيا فيه نوع من الاجتماع على الرأي الواحد؟ فالكلمة لكم أيها الأحباب الكرام، أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لاستقبال مكالماتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.